شو صار له؟ لا واقف ساعة كذا، يمكن أغمى عليه. تكفى شف له، أكيد نايم يا أخي، هذا شكل واحد نايم، لها ساعة ما يرد علي. أقول لك تكفى شف له، يمكن ما تكفى. أنت كمان بتطمر علي وتعطي أوامر؟ أسكت. أقسم بالله لو صار له شيء أنت ندم، أنت اللي معك هنا. قلت لك أسكت. أيوة تكفى شف له. إيه سمعني؟ إيه الضغط عنده نازل، وارفع رجوله فوق. أيوة كل مرعدة وفجر راسك تسمع؟ فكه فك فك بسرعة، فك فك بسرعة. وخ عندي داخل، طفي راسه. ربطه ياسر، اخلص. نبش ياسر، اخلص. نبش ربك. لا تتحرك بسرعة بسرعة بسرعة. امشي. شو تسوي؟ لا لا تتحرك. جاي من هنا. يعني ايش؟ فشلت خطتنا؟ يا قلت لك احنا فشلنا وما يمدينا نحاش من هنا، بس انت ما صدقتني. تعال ادخلينا بسرعه. بسرعه. وين اختفوا؟ وين راحوا؟ يلا الحوام بسرعه، الحوام بسرعه. ضربوني واخذوا مني السلاح ومشوا. حسابك معي بعدين. الحين كيف نطلع من هنا؟ شفت البوابة اللي هناك؟ لازم نوصلها في اسرع وقت. دلخنت المكان مكشوف وصوتهم صارت قريبة من عندنا. عندك حل ثاني؟ هي نرجع نعتذر منهم ويا دار ما تخليك شر. ريان باقي خطوة واحدة ونطلع من هنا، لو رجعنا لهم بيقتلونا. يا أخي الوصول بوابة صعب، طلقة منهم بيقتلونا. صح صح شوي. لا تضيع وقت، تركز معي. لازم نركض البوابة اللي هناك في أسرع وقت، مهما يصير لا تلتفت وراك. حتى لو سمعت صوت طلق نار، حتى لو أنا طحت لا ترجع لي، كمل طريقك بدوني. كيف تبيني أترك حتى لو؟ ريان لازم تكون برا. اسمعني، لازم تقوي قلبك ولا تخاف، وتذكر كل الكلام اللي قلت لك، ولا ترجع مهما صار. لازم واحد منا يطلع من هنا